السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا شروة بيها مشكلة. شنو مشكلتها؟ أنا أقول لكم شنو مشكلتها. إحنا نجيب هواي حاويات أحذية، فمرات يطلع عندنا وصخ، مرات يطلع عندنا مثلا مشلوع الصمغ مالته، فأنا عزلتهم كلهم وسويتهم الشروة. هاي الشروة شروة بيها مشكلة. الحد الآن ما أعرف بيش أبيعها. احتمال أبيعها بنص دولار، احتمال بدولار. أول مرة أشوفها يلا أقرر، فبنص البيت راح أنطي السعر مالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة راح أقلبها أنا. ها؟ موبايلي ذاك. ايه اكيد ساعدني. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انا شوف تعبان اليوم. بيع كل الكمية تقريبا 1500 قطعة، بعدني ما متأكد من العدد مالتهم. اه هاي حلوة حلوة حلوة، هذا كلش حلوة. بيعها بدولار، وهذا وسط بيعها بنص دولار. بيع كل الكمية. انتظروا البت للأخير على مود نعرف السعر. يلا ابو حسين حبيب اقلب وياي. صيح صيح جميل، همي جميل. صيحة شوية خمس دقائق مارد. شنو ها؟ عندي مقص. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اليوم تعبان، ما بيحر صراحة، جسمي يوجعني. البارحة فتحت كم شربة وخلاص ظهري يوجعني. اليوم شوي ساعدنا بس افتح ويانا. يا الله الهام، تعاي من هنا ما زحمة عليك. من نفتحها تعاي هنا حتى تبين المديلات. يا اوه ها جميل، حلو 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 حلو، ما شاء الله ما شاء الله. اول واحد، انا قلت لكم ما عندنا شيء اسمه حجز. اول واحد يدفع فلوس على البضاعه هو هذا، شايف الف خير. بعد ما فاتحين باقي البضاعه. ها يعني لو شويه وسخه، لو شويه شيل. انا كاتب هاي شويه بيها لون هنا، هاي شويه بيها وسخ هنا. البضاعه بيها مشكله من البدايه قلت لكم. يعني شنو؟ مثلا شوف هسه هذا مترب منانه، هذا شوفونه مترب منانه، يعني هذا الزوج وسخ تمام، بس الكواليتي مالته ما بيها شيء. مثلا خلينا نشوف، مثلا هذا اللون الاحمر شلون مدمر هنا. شوفونه هذا اللون الاحمر مدمر هنا. مثلا هذا شبيه هذا كل شيء ما بي شيء. اعتقد بس الصمغ مالته من هنا مبين، بس الصمغ مالته من هنا مبين. الشروه هاي تسوى لها دولار، خلاص سعرها دولار، واحد دولار. بيع كل الكميه، بضاعه حلوه بس مثل ما قلت لكم بيها وسخه، بيها صبغ صاعد منها. وهسه راح افتح واشوف بعد ايش بيها مشاكل. الزوج بواحد دولار. هذا نسائي. ها 60 سنت. شنو بايقها 60 سنت؟ امشي 60 سنت. يقول لي بيعها ب 60 سنت. ولا قد انا هاي كلها ب 3 دولارات، دولارين ونص بس. انا لين اعزل اعزل اعزل، خساره صار عليه. بدولار بدولار بلاش صراحه، كلش حلو سعرها بدولار. والله حسين ضحكني يقول لي بيعها ب 60 سنت. امودك تموت دولار. هسه نشوف المتابعين شو يكتبون. لا 60 سنت خساره ولك، هاي ار 102 هاي. حتى ار 107 60. لا 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 هواي دولار. لا لا دولار، الزوج بواحد دولار بيع كل الكميه. لك وينك وينك حذاء بدولار؟ بس انا ابيع حذاء بدولار. هذا شوف وسخ من هنا. شوفونه هذا وسخ من هنا. اي بيها وسخه، عازلين من المستودع مالتنا. تقريبا 1000 1500، بعد ما نعرف العدد. شوف هاي الوسخ مالتها هنا الصمغ، شوفونه شوف هذا وسخ منه. كل الاحذيه ترجع للبلاستيك. اي كلها هاي بعدين تجي مغلفه. هاي اغلفوكم كل زوج يجيب كيس. جميل جدا. كل زوج يجيب كيس.
بضاعة حلوة. بعد ماكو شيء تعبان؟ بدي اشوف اكو شيء تعبان يعني كلش. هاي الحذاء. هاي شوفه. هذا وسخ منه انا. هذا وسخ منه. يلا يا ابو حسين يلا. يلا ساعدونا. يلا انا باخذ ثلاث شلفان اربعه افتحهم كلهم. عبد العزيز مين؟ هذا من انا وسخ. هذا بعد شنو بالله؟ والله بضاعة حلوة صراحة. بضاعة حلوة بيها شوية وسخ بس البضاعة حلوة. بيع كل الكمية بواحد دولار. أول واحد يجي شايف ألف خير. بعدنا ما حاس بيها. من يجون الموظفين راح يرجعون تغليفها مرة ثانية ويحسبوها. شوف تطلع اشقد. ألف، 1500 تقريبا، يمكن 1200، 1700، 1400، 1200، 1300، ما أعرف. شو فيك؟ شو 60 سنت؟ اسكت. عليك والله. عب عليك انت، شنو بايقه؟ خلاص خلنا نستفاد. لك شيء عارف. غالي علي هاي. والله غالي علي. شو كرم الله. لا انا معي ملايين عفوا لي انا. الله انا عليهن. شوف هذا وسخ منا انا. كجوده الاحذيه حلوه، هاي وسخ منا الطرقه مالته. يعني هذا هسه بس تغسله هيك شيء، شوف. بس تغسله هيك شيء ما راح. بس واحد يغسله. بضاعك يا حسين. الحذاء الذهبي. يا قياس. اسكت. عمودك تموت عوف 60 سنت. اشتريها من عندي انت وبيعها ب 60 سنت. حصل ثواب. حصل اجر ثواب. لما تدور اجر ثواب. واو. قياسي هذا. جميل ويا الستايل مالتي. وين اللي هذا مالته الثاني؟ اطلع بيه تراي يعني. بدولار عمي غير بلاش، شايفين الف خير، منو اول واحد ياخذ هاي الشروه؟ الزوج بدولار. شروه بيها مشكله. يطلع بيها وصل كل شيء يطلع بيها، هاي الشروه قبالكم. ها راح اجيب نظاره من هاي مود دولار حتى تكمل الكشخه مالتي. حلو ها؟ شفت؟ افتح يا ابو حسين. عجبني هذا بس كبير. ها؟ لا قياسي 45 بس شكله كبير يعني يطلع بيه بالشارع نشاز. ما اريده. جميل مع هذا الستايل اللي لابسه انا؟ اسال المتابعين. شو رايكم حلو؟ اداء حلو اخذه خلاص. يلا هذا اخذته. شكرا على هاي الشروه الحلوه. بدولار. صدق شو كل شيء ما ابي. ها وسخ منا انا هذا. هذا وسخ منا. هو اي حذاء اصلا يلبس واحد يتوسخ اول. لا ما تقول اي واحد يلبس حذاء يتوسخ. شنو الضحكه هاي؟ معزه. ها بس شنو؟ شنو بالله؟ لا تقلب هذا واحده. لا لك هاي وجه مال مخده. يلا خلاص اللي ياخذ هاي الاحذيه ننطي وجه المخده هذا هديه. هذا شريف كامل. اللي ياخذ هاي الاحذيه هاي هديه وياه. شريف كامل هذا وجه وساده. يلا اوكي هذا لهم هديه. بعد شكو؟ بعدك شيء؟ شوف هذا كلش وسخ. تعال شوف. شوفي؟ واقع عليه كوفي مش واقع عليه. هاي وسخ. ها؟ اخر شيء طلع من عنده واحد اثنين وخلاص. عوف هذاك شنو؟ هذاك شنو الشريف؟ عوف يمك عوفه. هذا هيك ماش. يلا خلاص هاي الشروه موجوده. بعد بس يحسبوها
ويشوفون العدد مالتها. الزوج بواحد دولار بيع كل الكميه، واللي ياخذ هاي الشروه الى شريف هديه. هذا وجه مال وساده، هذا شريف كامل هنا شوفوا، شريف كامل وجه مال وساده. بعدين نحسب العدد. انا بالنسبه لي هذا عجبني راح اخذه العدد، بعدين الشباب هسه راح يغلفوا ويحسبونه. خلاص 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 كافي 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 كافي، مو بس دني بعدك ثلاث شلفان هناك ترى. خلاص يلا يعني شايفين الف خير، اي اول واحد ياخذ هاي البضاعه شايف الف خير. الزوج بواحد دولار، سابقا نشرت بضاعه كانت الزوج بدولار وهواي زعلوا، قالوا لي انتم تاخرتوا ما حصلنا الشروه. مو احنا نتاخر، وانما احنا عندنا متابعين حول العالم وزبائن هوايه، يعني الاف الزبائن، فما نقدر نسيطر على الموضوع. فاول واحد يدفع فلوس يحول للصين يسدد باحد مكاتبنا هو هذا شايف الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله.